الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل ويقول: هل حقنة الأنسولين أو غير هذه الحقنة تفطر أو لا؟ كل الحقن سواء كانت أنسولين أو ما في معنى الأنسولين، إذا لم تكن مغذية ومقوية فلا تفطر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها ليست بطعام ولا شراب ولا مقوية فلا تؤثر. وإبر الأنسولين من أول الإبر التي لا تقوي ولا تغذي ولا تسقي من عطش. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.